صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي. أن تصبح واحدا من ملائكة الرحمة، حاملاً رسالتك الإنسانية، أن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض، فتؤدي أمانتك الطبية، فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل كبرى المعاهد الصحية العسكرية. صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم أو الثانوية الأزهرية علمي خريجي العام الدراسي 2022-2023 والعام الدراسي 2023-2024، وذلك بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي للقوات المسلحة بالجلاء. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والذي أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين على أن يتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالأسكندرية ومعهد الطب العسكري بالمعادي والمستشفى العسكري بالزقازيق والمستشفى العسكري بدمياط والمستشفى العسكري بسوهاج والمستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتباراً من 20 يوليو 2024 وحتى 8 سبتمبر 2024، على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالورشة الرئيسية للخدمات الطبية بقبر القبة، وبالنسبة للإناث يتم تقديمها بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، على أن يكون بدء تقديم الملفات اعتباراً من 27 يوليو 2024 وحتى 14 سبتمبر 2024.